مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة الذي نستعرض فيه أهم ما جاء في المواقع الأخبارية اليمنية، كما نذهب معكم إلى جولة في الصحافة العربية التي تناولت الكثير من الأحداث على مستوى المنطقة العربية عامة واليمن خاصة. ذكر موقع التغيير نت الإخباري نقلا عن مسؤول أمني قوله: الحوثيون والحرس الجمهوري يسحبون قوات من عدن. وعنوان آخر: المقاومة الشعبية بالضالع تكشف عن سقوط 167 قتيل من جماعة الحوثي وصالح وتدمير وإعطاب 5 دبابات خلال 3 أيام. وعن تطورات الأوضاع في تعز: المقاومة الشعبية بتعز تتقدم والحوثيون يبيعون المساعدات الإنسانية في السوق السوداء. في جهة أخرى، الحوثيون يقرون رسميا بإطلاق مشاورات جديدة، وذلك بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2216. وفي تطورات الأحداث في المحافظات الجنوبية نذهب إلى موقع عدن الغد الذي يولي اهتماما كبيرا بالشأن الجنوبي، وفيه: الضالع 175 شهيد و70 ألف نازح و200 ألف مواطن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وقدم موقع عدن الغد ما قال عنه دليلا، يقول فيه: إن محادثة هاتفية تثبت تورط الحوثيين بقصف ميناء الزيت في عدن. وعنوان آخر: الناطق باسم ائتلاف عدن للإغاثة عدنان الكاف: 3 بواخر إغاثية تخسرها بعدن بسبب تعرض ميناء الزيت للقصف. وفي الوضع الإنساني: أوضاع مأساوية يعيشها النازحون في محافظة لحج. مشكلتنا في هذا البلد العريق اليمن في من يرى أنه مجرد شعار وطني يرفع ليردد في المناسبات والاحتفالات والخطاب الرنان، والعمل والممارسة للأسف غير. 50 عاما من الشعارات والأغاني الثورية والخطب الرنانة التي تحفز وتغذي الروح الوطنية للجماهير، والنتيجة ممارسات وأعمال على الأرض تناقض الأقوال. كانت هذه افتتاحية مقال للكاتب أحمد حميدان الذي نشره موقع عدن الغد تحت عنوان: الضحية وطن وشعب. ثرنا على واقع مزري وتفائلنا، وتحالفت كل القوى الخيرة ورفعت شعار الوطن للجميع ومعا لبناء الدولة المنشودة، والكل شركاء بشرط التغيير والتحول المنشود ورفض بعض أركان النظام السابق. هذا المبدأ سلوكا، واعتبره يهدد مصالحهم وسلطتهم التي يعتبرونها حقا إلهيا وورث أجدادهم، ووجدوا من يتفق معه بالمبدأ وإن كان خصمهم، فلم ترق لهم هذه الثورة ولم يعلنوا صراحة رفضها، بل تصدوا لها بثورة تخدم توافقهم. ثورة رفعوا شعاراتها الصارخة، أسموها ثورة شعب، وحقيقتها بددت حلمه وقتلته واستباحته وهدرت دمه وجوعته وشردته وعوقته. ثورة قتلت فيه التفاؤل وعمقت الشروخ الوطنية والاجتماعية. ثورة لم نتلمس فيها التغيير وتحول ننشده جميعا لا تمثلنا، بل تمثل من يسعى للتربع على السلطة وفرض ذاته واص على الجميع، يقصي ويهمش ويقتل الخصوم. الوطن وطنه وحده، والوطنية صفته وحده، والمختلف معه عدو وعميل ومتآمر. نفس العقلية نفس السلوك، أي تغيير يمكن أن تحدثه هذه الجماعة وهي أفرغت الوطن من كل جميل وجعلت العنف متصدر الفساد متربعا، ودلالته السوق السوداء وانهيار الخدمات وتفشي الوباء والقتل والتشريد. كل هذا لا يهمهم ولا يعنيهم، والوطن في قبضتهم، والانتهاكات هم مصدرها وعذرهم أقبح من ذنب، هم صانعوه وسببه، ويرمون على غيرهم تهما معلبة جاهزة للتصدير والترويج. لن يكونوا رجال دولة بل عصابة، وسيظلون عصابة بأعمالهم وسلوكهم. ركز موقع نيوز يمن الإخباري في مجمل عناوينه الرئيسية على خبر بارز يتحدث عن ميليشيا الحوثي التي أعلنت استعدادها لتشكيل حكومة شراكة وطنية مع أطراف جنيف. ونذهب إلى عنوان آخر الذي قال إن عبوة ناسفة انفجرت في جولة آية بالعاصمة صنعاء دون وقوع إصابات. ومن العناوين أيضا: الوفد الحقوقي اليمني في جنيف يطالب بتحرك دولي بجنيف لإدانة قصف المناطق السكنية في عدن وتعز والضالع. وعنوان آخر: تقرير حقوقي يقول إن أكثر من 100% هو ارتفاع لنسبة الانتهاكات في اليمن خلال النصف الأول من شهر يونيو عام 2015.
نقل موقع مأرب برس عن مصادر محلية في تعز بالقول مقتل 10 حوثيين في اشتباكات مع المقاومة الشعبية. وفي الشأن المحلي بمحافظة البيضاء، المقاومة الشعبية تدحر ميليشيا الحوثي وصالح من الزوبة بقيفة ومقتل 5 حوثيين بذي نعم. أما في الجانب الإغاثي، مركز الملك سلمان يسير طائرة إغاثة لتقديم المساعدات للنازحين في جيبوتي. ومن العناوين أيضا، الحوثيون يؤججون الصراع المذهبي في اليمن. واهتم موقع المصدر أونلاين بخبر تعرض ميناء الزيت بعدن للقصف من قبل الميليشيا، حيث قال أن الحكومة تقول من مقر إقامتها بالرياض: الحكومة قصف الميليشيا لميناء الزيت يهدف إلى إغلاق كل طرق المساعدات الإنسانية لأهالي عدن. وجاء في هذا العنوان: جلال بلعيدي يعلن عن تأسيس داعش بافتتاح معسكر تدريب في صحراء حضرموت قرب الحدود السعودية. ومن العناوين أيضا: قتلى وجرحى بينهم قائد المقاومة خلال المعارك الدائرة في بير أحمد شمال عدن. وعنوان آخر: مقتل مدنيين 2 وجرح آخرين في قصف للحوثيين استهدف الأحياء السكنية في تعز. التحليل السياسي بمعناها العام متاح لكل إنسان، إذ أن كل شخص يتابع الأحداث بطبيعته ويحللها ويكون فكرة عامة عنها ويتوقع بناء على ذلك شيئا في المستقبل. بهذه المقدمة افتتح الكاتب عبد الملك الشمسان مقاله الذي نشره موقع المصدر أونلاين تحت عنوان عن المقاومة والحسم، وقال فيه: كثيرا ما يقع الإنسان أثناء هذا التحليل السياسي بمعناه العام أو بمعناه الخاص تحت عاملين اثنين يؤثران فيه وفي تحليله، أو تحت أحدهما، وهما الخوف والرجاء. فكثيرا ما يحلل الإنسان الأحداث وفق ما يريده ويرجوه، لا وفق ما تذهب إليه الأحداث فعلا. وكثيرا أيضا ما يكون الخوف هو العامل المسيطر، فيذهب بصاحبه إلى تعسف الأحداث وصرفها إلى حيث يخاف، لا إلى حيث تمضي الأحداث على الواقع. وبالنظر الآن إلى مؤيدي المقاومة الشعبية ومؤيدي صالح والحوثي، وأن كل شخص من الفريقين متابع للأحداث ولا يتوقف عن التحليل، فإنهما في الغالب نموذجان لهذا المحلل الذي يقع تحت تأثير العاملين السابقين. خلال عام كامل منذ أن بدأ صالح والحوثي حربهم في دماج وحتى دخولهم إلى عدن في مارس من العام الجاري، وهم يحتفلون كل يوم بانتصار، فيما كان الآخرون يتعرضون كل يوم لانكسار. وحين اندلعت المقاومة كانت معنويات مناهضي الحوثي حدباء لا تقوى على الوقوف جراء ما تعرضت له من انكسارات خلال العام الماضي. ويحدث أنهم لا ينظرون إلى انتصارات المقاومة بالعين التي ينظرون بها إلى خسائرها عندما تحدث، وكثيرا ما يسيطر عليهم القلق وتطغى ملامح الخوف على وجوههم، ويبدأون باستعراض أشكال الخيانات والمؤامرات التي تعرضوا لها خلال ما سبق. يريد مؤيدو المقاومة نصرا خاطفا، تحولا سريعا، نهاية عاجلة. يريدون أن يتنفسوا الصعداء بنصر نهائي، لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك الآن مهما انتصروا، إذ ما تزال أحداث ذلك العام عصية عن مغادرة أذهانهم. وبالرغم من التقدم المستمر للمقاومة، إلا أن بعضهم يشعر بالإحباط بمجرد أن يراها تخسر شيئا، أو لا يراها تتراجع هنا أو هناك حتى يبدأ بالتلفت لقياس المساحة المتبقية خلفه. ونختتم هذه الجولة من موقع الصحوة نت، والذي جاء فيه: ميليشيا الحوثي بذمار تختطف رئيس فرع الإصلاح بالدائرة 205 بضروان. وفي الجانب الإغاثي والإنساني، الأمم المتحدة تدعو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لليمن. وفي عنوان جديد: بحاح يشدد على إيصال جرائم الحوثيين للمنظمات الحقوقية الدولية. ومن العناوين أيضا: موجة بارتفاع أسعار المواد الغذائية تؤرق حياة المواطنين. بهذا نكون قد أنهينا جولتنا في المواقع الإلكترونية اليمنية. وقبل أن نذهب إلى الصحافة العربية، نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ونصحبكم الآن في جولة إلى ما جاء في الصحف العربية الصادرة اليوم، والتي ما تزال أحداث يوم الجمعة الدامية تغطي صفحاتها. واصلت صحيفة الحياة اللندنية اهتمامها بالإجراءات المتخذة عقب الحوادث الإرهابية التي شهدتها دول عربية عدة، وعلقت في صفحتها الأولى: الكويت تتعهد مواجهة بلا هوادة، وتونس تغلق عشرات المساجد تنديدا بالتكفيريين
واعتقال مشبوهين، وعنوان أيضا تعبئة للجيش التونسي وتشدد مع تمويل الجمعيات. وفي ذات الموضوع قالت صحيفة الحياة نقلا عن وزارة الداخلية الكويتية إن الوزارة تمكنت من ضبط سائق المركبة الذي أقل منفذ تفجير مسجد الإمام الصادق، إضافة إلى القبض على أصحاب المنزل الذي آواه بعد عثورها أمس على السيارة التي أقلت الإرهابي وإلقائها القبض على مالكها. وأضافت الداخلية في بيان خاص بالحادثة أن السائق مقيم في البلاد بصورة غير قانونية، وتم العثور عليه مختبئا في أحد منازل منطقة الرقة، أما صاحب المنزل فهو كويتي الجنسية، وأن التحقيقات الأولية أفادت بأنه من المؤيدين للفكر المتطرف. وعنوان في ذات الموضوع المشتبه بتنفيذه اعتداء فرنسا أرسل صورة سيلفي مع رأس ضحيته. صحيفة القدس العربي أجرت حوارا هاتفيا في عددها الصادر اليوم مع زوجة منفذ الهجوم الإرهابي في فرنسا قبل اعتقالها، وقالت زوجة ياسين الصالحي إنها وزوجها قضيا ليلة عادية تناول فيها وجبة السحور ولم تعلم أي شيء عن ما يخطط له قبل أن يودعها صباحا متوجها إلى عمله كعادته، ولم تعلم بما يجري إلا من القنوات التلفزيونية الفرنسية على حد تعبيرها. وقالت زوجة منفذ الهجوم التي رفضت كشف اسمها للقدس العربي أنه حتى الآن لا أعرف ما يجري ولست متأكدة إن كان زوجي فعلا هو منفذ الهجوم. صباحا أوصل الأطفال إلى المدرسة وتوجه إلى عمله كالمعتاد ولم يخبرني عن أي شيء ولم ألحظ أي شيء في تصرفاته. أما في الشأن اليمني فقد عنونت صحيفة القدس العربي المقاومة الشعبية تتقدم والحوثيون يبيعون المساعدات الإنسانية في السوق السوداء. وعنوان آخر إفطار جماعي أمام سجن عوفر الإسرائيلي في الضفة تضامنا مع أسير مضرب عن الطعام. نقلت صحيفة العرب الجديد عن مصادر رسمية القول إن جماعة الحوثيين المتمردة قصفت أحد خزانات النفط الخام في ميناء البريقة في عدن، حيث تسعى الجماعة إلى السيطرة على الميناء وتدور اشتباكات عنيفة مع المقاومة الشعبية في المحافظة. وأكدت المصادر في تصريحات للعربي الجديد الحوثيون قصفوا الميناء بنحو 12 صاروخ من نوع كاتيوشا، وهو ما تسبب في احتراق أجزاء من الميناء النفطي، موضحين أن سحابة ضخمة تغطي مدينة عدن منذ عصر اليوم السبت. ومن عناوين الصحيفة إسرائيل تستعد لاعتراض اسطول الحرية الثالث، موسم هجرة الجيش العراقي إلى ميليشيا الحشد، وتحت عنوان إيران تنقل دورها اليمني إلى الصومال وأفغانستان وغزة، يحاول الكاتب سليم نصار في جريدة الحياة اللندنية قراءة الدور الإيراني في هذه المناطق البعيدة جغرافيا عن طهران. ويقول نصار في مقاله المنشور اليوم: ترى القيادة العسكرية في إيران أن احتلال اليمن بواسطة الحوثيين يبقى عملا ناقصا ما لم يستكمل بضم الصومال، بحيث يتم إقفال باب المندب أمام السفن المتوجهة إلى البحر الأحمر. وبما أن إيران ساندت حلفائها الحوثيين في اليمن فهي حاليا تركز الاهتمام على مساندة حلفائها في الصومال، والسبب أن الكماشة الاستراتيجية التي تحلم طهران بتشغيلها بين الصومال واليمن لا تستقيم مهمتها إذا لم يكتمل هذا المسعى. إضافة إلى موقعها الاستراتيجي المميز فإن أراضي الصومال تعتبر من أغنى المواقع باليورانيوم والنفط والغاز، وهذا ما قاله الرئيس سياد بري خلال حديث صحفي أجريته معه في مقديشو عام 1978. تقول الحكومة الصومالية التي تحميها حامية مختلطة تابعة للاتحاد الإفريقي أن إيران موجودة في البلاد من خلال أنصارها الذين يتلقون منها الدعم المادي والعسكري. ومع أن الصومال بعيد عن الحدود الإيرانية إلا أن طهران تحاول العثور على قوة مؤثرة، مثل ما عثرت في اليمن على تكتل سكاني يشكل ما نسبته 35% من إجمالي السكان. ولقد نجحوا في توظيف جماعة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بحيث أنهم تحولوا من مشكلة محلية إلى مشكلة إقليمية، كل هذا بسبب غزارة الأسلحة التي يؤمنها لهم الحرس الثوري وبسبب دورهم الواعد بالهيمنة على الجزء الشمالي من اليمن. ولكن هل تنجح محاولات إيران في أفغانستان وغزة والصومال بطريقة تسمح للثورة الإيرانية باحتضان التنظيمات السنية مثل حماس وطالبان؟ الاختبارات التي أجراها الاتحاد السوفيتي سابقا أثبتت أن العقائد العلمانية وحدها قادرة على كسب هذا الشوط،
في حين أن المعتقدات الطائفية لا تمثل الجاذبية المطلوبة لجعل الصومال جرما يدور في فلك إيران. قالت صحيفة السياسة الكويتية تعليقا عن قصف مصفاة عدن: اشتعلت النيران في مصفاة عدن عندما قصف المتمردون الحوثيون الميناء المجاور لها لمنع سفينة قطرية تحمل مساعدات للمدينة المدمرة من الرسو فيه. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في شركة مصافي عدن قوله: مصافي عدن المتمردون قصفوا المنطقة بالمدفعية وسقطت إحدى القذائف على خزان للنفط في المصفاة ما أدى إلى اندلاع النار، حيث شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة بجنوب اليمن. وتضيف الصحيفة عن مسؤول آخر تأكيده أن المتمردين الحوثيين استهدفوا سفينة قطرية كانت تحمل إمدادات غذائية من جيبوتي مركز المساعدات الإنسانية المخصص لليمن ما أجبرها على العودة. كما نقلت السياسة الكويتية عن مصدر طبي: ارتفاع عدد القتلى من المدنيين والمقاومة الجنوبية بعد 3 أشهر من الاشتباكات بين المقاومة وميليشيا صالح والحوثي إلى نحو 800 قتيل و6000 جريح بعد مقتل 7 مدنيين الخميس الماضي وإصابة 89 بينهم 5 نساء وطفلين في قصف الميليشيات عددا من الأحياء السكنية في محافظة عدن. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤولين عسكريين وأمنيين يمنيين قولهم: هناك انسحاب جزئي مفاجئ لقوات الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع صالح من مواقعها في مدينة عدن الجنوبية لتعزيز وجودها في مناطق أخرى في البلاد. وقال المسؤولون إن كتيبتين من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة الموالية لصالح تحركت نحو العاصمة صنعاء، معقل الحوثيين في صعدة. وتفيد الصحيفة عن وصول دفعة من 650 عنصرا من المقاتلين الجنوبيين الذين تدربوا في السعودية خلال الأشهر الماضية للمشاركة في القتال ضد المتمردين في عدن. وفي السياق ذاته أشارت الصحيفة إلى وجود اتفاق على تشكيل مجلس عسكري في عدن قريبا يتولى رئاسته أحد مستشاري الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي. مهمته تحرير المدينة الموكلة لقيادات مقربة من الرئيس اليمني الذي سلم ملف عدن لأربع قيادات عسكرية. تعلق الروائية اللبنانية المعروفة نجوى بركات في مقالها المنشور في العرب الجديد عن الوضع الذي وصلت إليه الإنسانية في تعامل البشر مع بعضهم والدولة مع رعيتها، وذلك من خلال ما حدث مؤخرا في سجن رومية اللبناني. وتقول الكاتبة: خلاصة القول أن أحدا لم يذكر أن عنصري الأمن ممثلان لدولة لا ينبغي ولا يحق لها أن تمارس التعذيب على سجنائها وموقفيها أيا كانت تهمتهم، حتى ولو كانوا جلادين، حتى مع اليقين المبرم بأنهم مجرمون، لأن الدول المتحضرة لا تمارس على السجين وحشية. ولم ينشغل أحد بتلك الأجساد الجاثية على ركبها تستجدي الرحمة والشفقة، أو بمشهد العري مقترنا بالتعذيب وبالقسوة مقترنة بلا أخلاقية تريد الإذلال والتحقير. عاريا يبدو الرجل، ضعيفا، ضحية، وقد نزع عنه منه كل ما يخفي هشاشته، هي جلود عارية وعظام وأطراف موثقة في الظهر. بهذه البساطة، بهذا الفقر، فيما يسخر عنصر الأمن في أحد الشريطين من جسد بدين يلتقط ثديه المترهل كثدي امرأة ويسأله: ما هذا؟ ثم يضربه بهراوته عليه. لم يفكر أحد أنه ليس الألم الجسدي، ليس الضرب بالعصا أو الرفس بالقدم، ليس الكلام البذيء والشتائم، إنه الإذلال والتحقير، وهما لا يكتملان ما لم يكن الرجل عاريا. كسر الإرادة والمقاومة، اغتصاب الروح في سجن لا تتوفر فيه أدنى الشروط من أي نوع كانت، اكتظاظ وتحقير، وعائلات برمتها تذل وتهان كلما صعدت إليه لتزور أبنائها، وشعب بأكمله يعيش في سجن كبير أضاع منذ دهر بوصلته ولا يني يدور على نفسه في عين الإعصار. ختام الحلقة، ونترككم الآن مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. دمتم في رعاية الله.